الله قال لا يدخلن أحدكم امرأتي إلا مع ذي عن جبل رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة هذا ويكلم السواء فرواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدع قد خلق بعض شعر راسه وترك بعضه فذهبوا عن ذلك وقالوا تشركوه الكفله او الكفوه